اللي في شي كاميرا بهالغرفة أو جهاز تنصت؟ إيه أكيد كل شي عم يتسجل. منيح، لكن ما رح أضطر أقدم إفادة مرة تانية. الناس اللي قتلوا لأخي تيو لا يشار ولا الياس ولا أي حدا من زنهم هنن. حتى أنا أخي رح لهنيك على مكان الحادثة مشان يلتقي مع هالعالم، وحكى معي على الطريق إنه في ناس ملاحقينه. ومين اللي ملاحقينه؟ هون شغلتك أنت ولا ذكرك يا سيد نديم؟ بدل ما تعتقل رفقات أخي اللي كان رايح مشان يلتقي معهم، لا الناس اللي لحقوه والناس اللي هددوه والقتل الحقيقيين. إفادتك رح ناخدها بعين الاعتبار، لأنه لسه مشاهد الكاميرات وإفادات الشهود ما اكتملت كلياتها. لا الإفادات اكتملت، وهلأ أنا رح أطلع من هون، وخلال نص ساعة أنت رح تطلع يشار والياس مباشرة. فهمتني يا سبع؟ أنا بشكر حضرتك مشان الدقة والاهتمام اللي أظهرتم بالتحقيق بهالقضية يا سيد نديم. شكرا لك. شو وينك لهلأ صديقي ياشار؟ أنا كنت عم أقول أكيد هلأ عم يعطي حساب الخوخي اللي كان سارقهم هو وصغير. وأنا ليش لأسرق الخوخ؟ هاي شجرة ربنا، والخوخ موجود بغصنه أصلا، أنا بس أكلته. مين دخله بهالشي؟ هيك قلت ولا هيك طول الموضوع شوي. تقريبا أنا بدي شي ساعة وأنت شي ساعتين، ورح نطلع من هون بساعات الدوام. وكيف رح نطلع؟ مشي على رجلينا. شفت أكرم بيك بالكوريدور، وشو قال لك؟ هو ما قال أي شي، بس أنا قلت له العمر إلك إن شاء الله، وهو قال لي الله يسلم عمركم كلكم. يعني هو صديقنا، صديق منيح. وأخوه للزلمة أخوه لحد الزلمة انقتل، شو هالصداقة هاي؟ إذا الزلمة عمل بأخوه هذا الشي، شو رح يعمل بصديقه لكان؟ ايه معك حق، هو اللي طلب هالشي؟ لأنه الجدران إلى أدنين صديقي. أكرم بيك أدلى بإفادته، وهو شهد لصالحكم، قال كنتوا رح تلتقوا مع تيومان. لو ما مات كان أحسن، لأنه كنا رح نلتقي، بس خلاص اللي صار صار. يعني أنتوا مسكتوه للقتلة؟ بالنسبة لإلي إيه، أما برأي أكرم بيك لا. وحاليا أنتوا أحرار، بس عيوني رح تكون عليكم طول الوقت. أه
أنا ما قلت لك يا صديقي رح يطلع إنه نحن ما قلنا أي ذنب ورح نطلع من هون قبل ما يصير المساء، مو هيك؟ أي هيك، بس أنا مو متعود أطلع بكير كل هالقد. أي تعود معي، بدك تتعود، فجأة بتكون جوا السجن، فجأة بتصير برا السجن. حضرة الشرطي يلا افتح. حضرة الشرطي بلا ما ننسى رباطاتنا، رباطات مهمين يا كريم. أنا ما فهمت شي من هالشغلة، لو السيد نوزت ورانا كنت نمت أكتر من هيك، صح الياس؟ معناها طلع في حدا أقوى من السيد نوزت. مين هو مين؟ صار لنا سنين بهذا الشغل، أنا ما شفت حدا من عائلتنا دخل على السجن وطلع بهي السرعة. لك إذا بدنا نقطع الإشارة بتاخد معنا 3 شهور. وفوق عم ينادوله الوحيد، الله أعلم مين وراه لحتى طلعته بهالسرعة. أكرم اللي وراه. طيب يلي مات مو أخو؟ لا كتير هيك، لك هذا أخو. إيه. خلي الخال يعمل مثل هالشي وصدقني إني بحياتي ما عاد بتطلع بوشه ولا بحكي معه. تسلم يا صهري، كأنك رديت لي روحي بكلامك يلي قلته. الريس أخذنا على قد عقلنا. بأي موضوع بقى؟ الريس الياس هون، سأله. عن جد الياس؟ هلأ المهم خبرني شو قال أخي. قال روحوا هلأ خدوا الياس من مديرية الأمن وجيبوا المساء عنا اجتماع. ونحن سألناه إذا رح نداهم مخفر الشرطة. الله ستر. بس أنا مو هاد قصدي، مو على أساس راح أخي مشان يقتله الأكرم؟ بس هو ما قتله، ليش ما قتله؟ هذا اللي عم أسأل عنه. الياس، أنت خبيت عنا أنك رايح مشان تقتله لتيو مان، لهيك أخوك بده يشرح لنا كل القصة. ليك صهري، أنا ما رح أقتل أي حدا، بس أخي اللي راح شو صار هنيك؟ هذا اللي بدي أعرفه. يا جماعة، في ورانا سيارة ويمكن عم يتنصتوا علينا. خايف بس من السيارة؟ وشو مشان التليفون يلي بإيدك؟ التليفون اللي بإيدي مو سهل يتنصتوا عليه، أما السيارة ممكن يتنصتوا عليها بسهولة. زفر صهري، إذا انحبست مرة تانية بتخليهم ياخدوني، وزيارات وميارات ما في، هذا من الآخير. الحمد لله على السلامة عمي. شكرا عمر، تسلم. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة معلم. الحمد لله على السلامة. هلأ لا توجعوا لي راسي، نحن قدمنا إفادة وإجينا لهون. يا ريت نحن كان عنا علم، كنا رحنا زرنا لتيو كمان وما كان انكشف أمرك. بس شو علاقته فيني ريها؟ يشار هو اللي قوصه. عمر واقف هون. يا جماعة، المعلومات صارت عنا، الرئيس الياس متوتر لأنه مو مقوصه. عم يقلك عمر موجود، افهم بقى. ايه تمام، قلنا مو مقوصه، خليه يفتخر بعمه شوي.
مثل ما أنت وقعت بالفخ، نحن كمان وقعنا بالفخ بأوتيل أكرم. بكفي، لا تزودوها. أخي أنا ماني حابب زودها. هالزلمي ليش قاعد على الطاولة؟ هذا اللي بدي أفهمه. مو على أساس كان هذا زكي نائبه لتيومان؟ عمي، مشان موضوع زكي بعد هذا الاجتماع بنحكي بهذا الموضوع. ماشي عمي. عمي الياس هالزلمي اللي اسمه نديم، شو بتعرف عنه؟ إنسان سيء وعدوان كتير. ليش؟ برأيي سيد نوزت، بما أنكم أنت ويشار طلعتوا من السجن، فيعني أنه انكشف أمر زلمه لأكرم. هيك بالضبط. هو كان حقير كتير، ما كان بيشبه زلمه الأكرم لا من قريب ولا من بعيد، وهو عم يطالعنا مو مبين عليه أنه رطيان أبدا. عيونه كانت عم تقلنا أنه رح يرجعنا مرة تانية. هدول عيونه. وشو متوقع منه يقول؟ بدي يخون وطني مشان كوننا. بس تكونوا جاهزين نتحرك. فخري باشا، شو قصته هذا نديم؟ ريحته مو نظيفه بنوب. هاد كل شي بقدر لكم اياه عنه هلا. عمي بدك تغير ثيابك؟ ايه رايح غيره. ماشي. بالمناسبه نوزت بيك كانه ندم، مو هيك؟ طالما انه التقى معك. ها؟ مو ندمان، بس أعدانا مشتركين هلا. المشتركين صاروا كتار. ما في داعي تعزوني بأخي هلا، أنا اللي خليت أخي يقعد على هالطاولة. كنت حابب أنه يكون جزء من هاي العيلة، بس هو حطني بوضع كتير صعب. كل الموجودين على هالطاولة كانوا رح يحملوني مسؤولية الكوارث اللي وقعت عليه، والله يسلمه ويشار ما ترك هالشي يصير. والتحريات اللي عملتها شخصيا أكدت لي أنه يشار على حق. قال لي الياس شو صار؟ يشار كان قايل انه ما بيعمل هالشي لحاله، بس ما كان بيعرف انه القصة رح توصل لعند الياس. انا بس كنت هنيك، كمان ما كنت متخيل انك رح تخلي صديقي يشار يقتل اخوك. بصراحة يا جماعة أنا تفهمته. كنا نسمع كيف كانت العالم تتهم أكرم بأخوه المريض لسنين كتير طويلة، ونحن فكرنا أنه رح يتهموه فيه من جديد بعد يلي عمله. لهيك قررنا أنا وخضر أنه نروح على الأوتيل اللي هو فيه ونبلغه بعداوتنا. بس بلا ما تقول مشان نبلغه، قول مشان نقتله. أتش بقينا بالبيت يوم واحد وشوف شو صار. مو يوم واحد يا أغا، صار لك أسبوع بالبيت وما طلعت منه. إيه ليش ما قتلتوه يا رئيس؟ لا تعتبروا الأمر شخصي كوني ما كتير بعرفكم. رح قلك قصده. السيد أكرم عمل كل شي عليه، والريس والسيد أونال دعوه على الطاولة فورا. شغلة كتير صعبة انه تاخد قرار تسمح فيه بقتل أخوك،
بس واخي انا كمان قتلوا واحد من اعضاء هي الطاوله. طبعا الخيانه تقيله، بس الشي اللي بيناتنا على هالطاوله اقوى من الاخوه. عن مراد قصده. وبما انه حضرتك جديد خليني خبرك، عملها هو وقتش مع بعض بس هلأ انن قرايبين. بعرف يا اندر. سيد اكرم وانت من وين بتعرف بقى؟ ولا انت بتشتغل مثل يشار بإعادة التدوير؟ عم تدور بشغلاتنا ولا شو قول؟ اني كون بعيد عنكن ما بيعني اني ما بعرف شو عم يصير هون، بالعكس كليا صرت مهتم اكتر من الكل باللي عم يصير هون وبشكل كتير كبير. بس الشي اللي شاغل بالي هو ارتباطات اخوك الكتير برا البلد، يعني هنن شو عم يقولوا بخصوص اللي صار؟ الظاهر انه يلمز لسه ما اكل بهدلة من المانيا، عم يسأل إذا بيقدر يستخدم اسمك بكل صراحة. يا سيد أكرم هنن عندن علم بكل شيء، وأنا ما بسوي أي شيء بالسر، وبهالطاولة كمان محابي بيكون في أسرار أبدا. طبعا عن بعضنا بس. أكرم بيك، ما تفهم سؤالي كتحقيق، بس ما كان عندكن علم بخيانة أخوكم؟ يعني ما شكيت فيه أبدا؟ نحن خسرنا بنت رئيسنا بسبب ألاعيب أخوكم. الإنسان ما ممكن يشك بأخويا قلب أصلا، ما ممكن. أنا كنت عم راقب علاقاته المختلفة وتصرفاته، بس بتعرفوا هو كيف بيربط كل شيء بالمواد اللي هو بيتعاطاها. كان ممكن انه يكون هذا المكان هو خلاصه الوحيد. الله اعلم اخي بايد مين وقع هون ومين الشخص اللي تعاون معه. ها، والجزء يلي شاغل لي بالي بالقصة هذا هو بالضبط يلي بدي اعرفه، مع مين تعاون بهي الطاولة. بعتقد حضرتك عامل دراسة شاملة للقصة يا محقق. عم اتحرى الياس، وبس اعرف الشي اللي بدي اياه اتأكد اني مرح خبره للريس خضر، لهيك خليك مطمئن. واخوك كمان بيقدر انه القرار بخصوص موت الاخ مانو قرار سهل ابدا. مزبوط كلامي يا خضر؟ صح يا أكرم بيك، أنا بنفسي رفعت إيدي بخصوص قرار موت أخي الياس. لازم يموت إذا كان مذنب، القاعدة عنا اللي بيغلط بيتعاقب. ويا ريتك خليت أخوك يقعد معنا قبل ما تتركه يموت، على الأقل كان جاوبنا على الأسئلة تبعنا كلها. ونحن بعد موقفك كنا شكرناك من كل قلبنا. هلا براسنا سؤال، سؤال واحد. هلا انت كنت يا اكرم بيك عم تدير اخوك اللي عقله مانو براسه وتمشيه مثل ما بدك. اكرم بيك انت اللي كنت ورا عملية قتلة لبنتي اللي خسرتها، ايه ولا لا؟ أنا جاوبت عن هذا السؤال من قبل، وأنا كمان عندي بنت، مستعد إني أقتل كل واحد موجود على هي الطاولة هون. بس مشان هي تعيش. لهالسبب لا يمكن أقتل طفل أو إني ضر عيلة حدا بهذا العالم. Thank you.
شو انت لوين رايح يا شار؟ لك شاي ما في يعني؟ يكون خمير هيك بكاسة مخصورة، بتحبوا تشربوا معي؟ شاي شو لك يا شار؟ عم نحكي بموضوع مهم. منشرب ومنحكي بالموضوع المهم. عادة منحكي ومنشربه بالدكان. بس هالمكان ما انو دكانتك. ما دام انه حضرتك صاحب الدكانة فبظن ما بتخسر اذا ضيفتنا. جيبوا شاي يا شباب. شفت؟ والسيد يلمز مثلي، مشوب كتير واضح. شوب شو؟ لا ابدا. برأيي بعد اللي أنا بدي أقوله هلأ رح ترتفع الحرارة شوي على هالطاولة. الحقيقة لأنه ما عم تطلع مني قول إنكن أصدقائي، لأنه لسه نحنا ما صرنا أصدقاء، شوي شوي عم نتعود على بعض. الله يسلمه أكرم بيك، وقفت قدامه وكان بإيدي علبة راحة، ومانا هيك هالراحة بالفستق والبندق يعني سادة بدون أي شيء. كنت معصب لأنه قلت له تيومان وينه؟ قال لي شو بدك فيه؟ قلت له رح أوصب. سألني ليش؟ بلا ما نطول السيرة الريس خضر بلش يعصب. أوصته بالنهاية طبعاً، وسط وما قلت لأي حدا ارفعوا ايديكم لفوق. وسط مشان الكل، الياس هون بيعرف. بعرف صديقي يا شار مو غلطان أبداً بيلي عمله، أما طبعاً لو أوصوا بعد ما حكى لكان هالشي لصالحنا كلياتنا مثل ما قال أخي خضر. هالشاي كيف تخمر بهالسرعة هي؟ شو سحر يعني؟ الحراس كلهم عم يشربوا شاي، الشاي من عندهم. قصدك انه الصغار بيشربوا شاي والكبار يرفعون الأقداح هون. يلمز بيك. طيبة هي كاسة معتبرة. تمام، فهمنا انك رجل شعبي وانك عم تحاول تحول هالمكان لقهوة. الموضوع اللي بدك ترفع فيه حرارة الطاولة شو هو؟ هلأ خلينا نفرض انه انا اثبتت لكم خيانة حدا قاعد معنا وطالبت بقتله، نحنا فينا نقتله؟ يلمز بيك، اذا كانت الخيانة مثبتة حسب تصويت الطاولة وبقرار من الزعيم، وإذا كان الزعيم هو الخاين؟ خسيس، أنا بدي خونك لإلك. لا لسه ما خنتني بنوب، الله شاهد. إذا كانت خيانتك للريس خضر مو إلي، هالشي فينا نصوت له؟ إذا عندك شي مهم احكي يا شار، منصوت. ومثل ما سمعت بما فيهن الياس وقلب أصلان، الخيانة خيانة
انت عم تقول هيك؟ الزعيم شو رأيه؟ تفضل احكي شو الاثبات اللي عندك على خيانتي للريس خضر. هاد عاصم شو همس بإذنك وقال لك اونال بيك؟ شو دخلك؟ كيف يعني اونال بيك؟ وانا بدي اعرف، بس كل ما انفتح الموضوع بتقول حكاية وبتسكر على الموضوع كله. سألت الأخ يلمز قال لي ما بيعرف شي. إذا تخبى شي عنا فهالشي معناته إهانة إلنا. يا سلام، أنت أخفيت لسنين طويلة عن عمومك مين بيكون خالك. حتى بعد ما قعدت على الطاولة ما حدا سألني مين بيكون خالي، بس نحن هلأ عم نسألك. أنت ما كان في بإيدك مشاهد يا شريك؟ في حضار الشفايف؟ قلت ما في داعي، ما حبيت خلي حدا يقرأ. نحن عطاولته وأونال بيك بيخبرنا، بس أنا شايف أنه أونال بيك ما بده يقول. أكرم بيك ما كانت موجود، رحمة الله عليه أخوك كان شاهد كمان على الحديث. رحمة الله عليه ولا لا؟ موضوعنا ما نو تيومان. صح، الموضوع مو تيومان. احكي أونال بيك، تعرف أنا ما بحب السرية أبدا. التحقيق مع الزعيم ما بتوجب أغلبية الأصوات، بل بالإجماع بالأصوات. صح يا المز؟ بلا صح، ولهيك بدي شارك الأصدقاء الرأي. شو اللي قاله عاصم؟ خسيس، طالما الكل أجمع فرح أقول عاصم هو اللي قال لي في حزب ما بين أجهزة الاستخبارات وضمن هذا الحزب، وقال لي كمان الكل حاضر، والفريق يلي حاول اغتيال خضر أخذ أوامره من جماعة الحزب. ومثل ما قلت لكم من قبل، CIA ما عاد يورجونا صورة اللي بدون يقتلوه. وأنا سألته العاصم، طالما ما بدك تقول إلا لإلي مين يلي موجود بهالصورة، هم قال لي رح يقتلوك لإلك. قلت له مين هدول مين؟ قال لي عم يحكوا بلجيكي. عطاك اسم يا أونال؟ ما عطى اسمك يا أكرم. ليش خبيت هذا الشي لكان؟ عندي أسبابي من شان اقتلوا العاصم. يشار الوحيد هو اعطاني اسم بلجيكي، وقبل ما اوصل لقرار اكيد ان كان اكرم ولا تيومان ما حكيت. وهلأ طالما انت قاعد على الطاولة معنا، ما ناكل بلجيكي يا اكرم؟ قلت عني كل شي بما فيهم حليف الناتو، وهلأ خلص ما عاد بيهمني، تعودت عليك. بدي أسأل سؤال ممكن؟ قول يا شار قول، الواضح إنه تحقيقك مطول. شكرا يا ريس، شكرا. مين قوص علي؟ هون البيك؟ قال لك أكرم مين هو اللي قوص عليك؟ قال لي واحد من الاستخبارات، ما أعطاني اسم. عن معرفة ولا عن عدم معرفة ما عندي فكرة، بس برأيي أنت بتعرفه.
هلا شو علاقة مين يلي قوص عليك؟ مو مصدق انه تيومان يلي قوص؟ طيب واذا هيك ليش ركضت وقوصت تيومان لكان؟ لا ما ركضت مثل ما حكيت يا الياس، رحت على مهل. انا كنت هنيك اصلا، هلا هيك بيفهموا كلمتك غلط. يشار عم يحكي مزبوط، انا بعرف اسم يلي قوص عليه، اذا بدكن بقلكن مين. انا قلبك ما كان ناقصنا غير عدو من الاستخبارات، برأيي ما نحكي بدون ما يكون في شيء اكيد. خلينا نتأكد. انا تأكدت منيح، وصلت للمعلومة الأكيدة. مين هو أونال بيك؟ جيلان خانم. جيلان خانم لو وقتها ما كانت هنيك ما كنت عرفت. وشو علاقة جيلان خانم هلأ؟ اسم مين عطتك؟ خالته لقلب أصلان. لأنه ما عم تحكي مع السيد نوزاد، ما بتعرف. منشان هيك سأل جيلان خانم، وهي اليوم أكدت لي. مين يا أونال؟ قول شو هو الاسم؟ شفته اليوم أكرام. أنا التقيت مع كتير ناس اليوم. اللي التقيت معه منشان يطالع يشار والياس، نديم ورا قواص يشار. هو نفسه اللي حقق معنا؟ هو. دقيقة. وقت اللي كان الياس ويشار جوا سألت عنه لهالزلمة وعرفت عنه. للأمانة هو شخص بينوثق فيه كتير، ودوره مهم وفعال بتصفية جماعة المنظمات. مظبوط يا أكرم؟ وأنا هيك بعرف، بس بلقائنا اليوم كان غير. يعني أنا ما بقدر أقول إنه كان ودود كتير تجاهي. ليش ما قلت لنا هالشي أكرم بيك؟ أجينا حتى نحكي هالشغلات يا شار، ومثل ما قلت عم أحكي كل شي بعرفه. وبما أنه أونال قال الاسم، خلينا كلنا ندقق ونسأل. إذا كان معه حق طبعا منعمل اتصالاتنا اللازمة، وتأكيد نحن رح نرد. تيومان هو السبب يعني، وهاد نديم من حزبه لعاصم، ما هيك؟ انت وقت اعطيت اسمه لعاصم هن نتحركوا كمان. ها فهمت الموضوع، انا ما عاد عندي اسئلة بنوب.